إلى جازان ومعنا مراسل الإخبارية أسامة معيني. مساء الخير أسامة، وأهلا بك معنا في هذه التغطية. أسامة، بداية كيف رأيت التنظيم لهذا اليوم وأيضا الاستعدادات؟ تفضل. اهلا وسهلا بك، تحيه طيبه عليك وعلى جميع مشاهدينا ومستمعين الاخباريه. بالبدايه دعني اتحدث عن مشاعري، بالتاكيد هي مشاعر جميع السعوديين اليوم في هذا اليوم العظيم الذي وافق 22 فبراير لكل عام، يوم التاسيس العظيم التليد. ونحن هنا في المملكه العربيه السعوديه عشنا يعني على امل عظيم جدا وتاريخ لا يضاهى. بالتاكيد ماضينا ماض عريق، ماض تليد، وحاضرنا حاضر جميل واخاذ، ومستقبلنا خلاق ومشرق ومليء بالأمل. اليوم هنا في منطقة جازان وتحديدا في الكورنيش الجنوبي تقام فعاليات وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة وأيضا عدد من الجهات الأمنية والمؤسسات العامة. كل هذه الجهود بكل تأكيد للفرح بهذا اليوم العظيم، ولسان حال كل سعودي وسعودية في هذا اليوم: سعودي أنا ودمي أخضر وراياتي تهتف الله أكبر، إذا دع الواجب لا أتأخر وإن احتد الموقف لا أتقهقر، سعودي أنا وهامتي هناك تجتاح الأفلاك ويحضر العز إذ أحضر. الجميل هذا اليوم أنه هناك عدد من الأركان لعدد من المناطق، نجد المنطقة الشرقية الشمالية الغربية الجنوبية وأيضا نجد السيادة والحكم وجنوب الفخر والعز وحد الأمان والسلام وشمال المفاخر والمعزة وشرق الاقتصاد والقوة وغرب القدسية والحرم. اليوم نحن هنا في جازان نحتفل ونحتفل بهذا اليوم العظيم التليد بكل تأكيد. نعم. والله لو يعني أحكي مشاعري اليوم، مشاعري جدا كبيرة، وأرى مشاعر الفرح في وجيه جميع السعوديين والسعوديات هنا في هذا المكان، مشاعر عظيمة بالتأكيد. نحن في بلد عظيم تحت قيادة حكيمة ورشيدة وبين مجتمع ومواطنين قادرين على صنع الأحلام، مهمتنا بالتأكيد مثل جبل الطويق. ونحن اليوم وكل يوم نفتخر بهذا الوطن العظيم تاريخا ومنجزاتا وشعبا وحكاما. نعم أسامة، ما هي البرامج التي ستقام في نفس الموقع، موقعك اليوم؟ اليوم طبعا عندما نتحدث عن الثقافة بالتأكيد أن هناك أوجه كبيرة للثقافة، منها الرسم، الفن التشكيلي، العروض التي سوف نشاهدها اليوم لكل منطقة من هذه المناطق، عروض خاصة والعرضات الخاصة، العرض النجدية، العرض الجنوبية، ولكل منطقة من هذه المناطق فنها الخاص. تتميز أيضا أن كل منطقة من هذه المناطق تلبس لبسها الشعبي وتحتفي بموروثها التاريخي للاحتفاء وإرسال هذه المشاعر العظيمة لهذه الأرض العظيمة. الذي أريد أن أوصله كذلك، وبما أننا في جازان أريد أن أوصل هذه المعلومة، أنه هنا في جازان ما زالوا على التاريخ القديم في اللبس، ما زلنا نجد الإزار، ما زلنا نجد القميص، الشفرة، الجنبية، الفوطة، العمامة، وكل هذه المظاهر التي نفتخر هنا فيها في جازان. نعم، من جازان مراسل الإخبارية أسامة معيني، شكرا جزيلا لك أسامة على هذا التوضيح.